إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن من الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة التي حث عليها الإسلام حثا بليغا، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخير في هذا الخلق، هو خلق الحياء. فالحياء يا عباد الله كما قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يعظ رجلاً في الحياء، فقال له صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، فالحياء كله خير ويدل على الخير. وتعريف الحياء في الشرع هو خلق قلبي يحث على فعل الفضائل ويزجر عن فعل الرذائل، يدل على كل فعل مليح وينهى عن كل فعل قبيح. فالحياء هو مادة الخير في القلب، يدل على الخيرات وينهى عن المنكرات. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتحلوا بهذا الخلق العظيم، لأنه مادة الخير في القلوب. وأعظم الحياء الحياء مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه ونصحه، فقال له أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح. فأعظم الحياء أن يستحي العبد من الله سبحانه وتعالى، أن ينظر إليه في معصيته أو أن لا يراه عند طاعته. فالمسلم عليه أن يجعل الله سبحانه وتعالى عند أعماله، فلا يفعل إلا ما أباح الله وينتهي عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. يراقب الله عز وجل في خلواته وجلواته وفي كل أحواله. والخلق الحسن الذي جمع بالحياء كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أشد حياءً من العذراء في خدرها. وأعظم الحياء هو الحياء مع الله، ثم الحياء مع المخلوقين بفعل الأخلاق الحسنة من الأعمال الصالحة من الإعانة ومن البشاشة والطلاقة وغير ذلك من الأخلاق الحسنة.
فإن مادة هذه الأخلاق هو هذا الخلق العظيم وهو الحياء. والحياء إما أن يكون محمودًا وهذا هو الأصل، وإما أن يكون مذمومًا وهذا طارئ. والخلق المذموم هو الذي يمنع العبد عن فعل الطاعات واجتناب المنكرات وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عن السؤال عن العلم، فإن كل ذلك من الحياء المذموم، بل هو ليس من الحياء المأمور شرعًا في شيء. عباد الله، إننا جميعًا مأمورون بالحياء رجالًا ونساءً، وفي حق النساء يكون الحياء أعظم، وذلك لأن الحياء هو زينة النساء. فإذا المرأة تخلَّت عن الحياء فإنها تتخلَّى عن جميع الأخلاق، وذلك لأن الحياء كما ذكرنا هو مادة الأخلاق كلها ومادة الحياة في القلوب. فإذا فقدت المرأة الحياء فقدت جميع الأخلاق. ولذلك يا عباد الله، على النساء وعلى أولياء الأمور أن يعتنوا بهذا الأمر عظيما، أن يعتنوا بهذا الأمر عناية عظيمة، من أجل أن لا تنفلت النساء عن هذا الخلق العظيم. وعلى النساء أن ينظرن في سير الصحابيات السابقات وكيف كن في التعامل مع الحياء وفي الستر والعفاف، ولعلنا نضرب أمثلة على ذلك من أجل أن يتذكر المتذكر ويتبصر المريد ليعرف الحق، وإن لبس عليه ما لبس من الملبسين. لما نزل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: لما نزلت هذه الآية خرجت نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. وهذه الآية وتعامل الصحابيات معها يفيدنا أن اللباس الشرعي الذي كانت عليه نساء الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلهن، أنهن كن يلبسن الجلباب من على الرأس إلى أخمص القدمين. نعم يا عباد الله، وهذا يستفاد من قول أم سلمة: خرجن كأن على رؤوسهن الغربان، أي أنهن كن يلبسن الجلباب من فوق رؤوسهن. ويستفاد من ذلك أن لباسهن كان لونه أسود، لأنها شبهته بالغربان، والغراب لونه أسود. فهذا هو اللباس الذي كانت عليه الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن. والجلباب يا عباد الله هو ما يلبس فوق الثياب العادية سترًا للمرأة وصيانةً لها، وليس الجلباب كما يفسره بعض أهل الضلال أنه الملابس العادية كما تلبسه النساء اليوم من الجلابيات ونحوها، بل إن الجلباب هو في معنى العصر العباءة. فالجلباب يكون فوق الثياب العادية وليس هو الثياب العادية، فإن تفسير الجلباب بالثياب العادية لم تأتِ به الشريعة ولم تعرفه العرب من لغتها. والموقف الثاني ما أخرجه البخاري وأبو داود في سننه، واللفظ له أن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل قوله سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت هذه الآية شققن أكثف مروطهن واختمرن بها. انظر إلى فعل الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن
شققن أكثف مروطهن، لم يكتفين بالمروط فقط بل بأكثفها أي بأشدها صفاقة، حتى لا يبدو شيء من زينتهن. وهذا حرص من الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن في الستر والعفاف. ومما يعين على الحياء ما أمر الله به سبحانه وتعالى الطاهرات المطهرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فانظر يا رعاك الله إلى هذا الأمر العظيم، أمر من الله سبحانه وتعالى إلى من؟ إلى زوجات رسول الله المبرآت من كل عيب الساترات العفيفات. أمرهن الله سبحانه وتعالى بالقرار في البيت وعدم التبرج، ويأتي من يأتي من أهل الضلال والفتنة من يحرف هذه الآيات ويجعلها في النساء الأول من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيرد عليه أن النساء من غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فإذا كان الأمر لزوجات رسول الله فغيرهن ممن هو دون منزلتهن من باب أولى، لأن الفتنة في حقهن أعظم. وعندما نزلت هذه الآية: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قرت سودة رضي الله عنها في بيتها ولم تخرج إلا لوفاتها، فلم تخرج بعد نزول هذه الآية إلا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج أحد من زوجاته صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا قرأت هذه الآية أو قرأت عليها بكت بكاء شديدا، وقالت: خالفت أمر ربي وخرجت من بيتي. وذلك عندما خرجت متأولة في واقعة الجمل، وكانت قد خرجت من أجل الصلاح والإصلاح، ولكن حصل ما حصل. ولكن الشأن يا عباد الله أنها رضي الله عنها وأرضاها كانت تعاتب نفسها أن خرجت من بيتها في معركة الجمل، فكيف بمن تخرج من بيتها ليلا ونهارا سرًا وجهارًا؟ فإن ذلك إمعان في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرًا والشكر له كثيرًا، أشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن مسألة العفاف والستر والحياء والحجاب فإن مسألة الحياء والستر والعفاف ليس مرجعها إلى العادات والتقاليد، وإنما مرجعها إلى الكتاب والسنة. فإن الستر والعفاف والحجاب لا يؤخذ من آراء الناس ولا من عقولهم، وإنما يؤخذ من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس العبادات مردها إلى عقول الناس، وإلا لما احتاج الناس إلى الوحي، وما احتاج الناس إلى رسول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. فإن من التلبيس الذي يلبس به كثير من الناس في مسألة الحجاب العودة إلى العادات والتقاليد، فإن العودة إلى العادات والتقاليد ضرب من ضروب ضرب الشريعة. فعلينا يا عباد الله أن نتمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجع إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما هي فتن يمتحن الله بها عباده، فالثابت على دينه مأجور، فالثابت على دينه مأجور، والذي يتزحزح عن الثبات فإنه سيلقى جزاءه عند ربه يوم القيامة. فيا عباد الله،
إن العباءة الشرعية والحجاب الشرعي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله، والمتأمل للكتاب والسنة والأدلة الشرعية يجد أن الحجاب الشرعي هو الذي ذكر في قوله سبحانه وتعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ففي هاتين الآيتين بيان لكيفية الستر وكيفية الحجاب، وعليه فإن الحجاب الشرعي الكامل هو أن تلبس العباءة فوق الرأس إلى أخمص القدمين مع تغطية الوجه، وأن لا تكون هذه العباءات مزركشة أو مزينة أو تكون ضيقة كما لبس الشيطان اليوم على كثير من النساء مع سكوت كثير من أولياء الأمر من دون نكير، نسأل الله السلامة والعافية. فإننا نرى اليوم عجبا عجابا، فنرى من العباءة التي أمر الله سبحانه وتعالى بلبسها سترا للمرأة، نراها اليوم زينة تتزين بها النساء، فتحتاج عباءاتهن إلى عباءة تسترها. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحذر من هذه الفتن، فإن الفتنة في النساء ليست كالفتنة في غيرها. وليعلم أن أول فساد النساء هو تساهل الرجال. ونذكر أنفسنا بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ونذكر أنفسنا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير، تدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.